السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح درس مصر تحت حكم البطالمة تاريخ الصف الأول الإعدادي. أول حاجة، من هم البطالمة؟ تم تقسيم إمبراطورية الإسكندر أكبر بعد وفاته بين قواده، لأن الإسكندر ليس له وريث. كانت مصر من نصيب بطليموس الأول، أخلص حراس الإسكندر الأكبر، والذي أسس دولة البطالمة في مصر، واستمر حكمها من عام 323 قبل الميلاد إلى عام 30 قبل الميلاد، تخزى من الإسكندر عاصمة لدولة البطالمة في مصر. مراحل دورة البطالمة في مصر. دولة البطالمة في مصر مرت بمرحلتين: قوة وازدهار، ضعف ونهار. امتد قوى الازدهار بقى امتد من عهد بطليموس الاول حتى نهايه عهد بطليموس الثالث، وامتازات التقدم في كل مجالات الحياه. الضعف والانهيار تبدا من عهد بطليموس الرابع حتى نهايه عهد كليوباترا السابعه عام 30 قبل الميلاد، ده اصبحت مصر ولايه رومانيه عام 31 قبل الميلاد. طب سؤال، بما تفسر انهيار دولة البطالمة في مصر؟ ليه وقعت دولة البطالمة في مصر؟ ثورات المصريين بسبب الظلم والاضطهاد، ضعف الملوك وتنازعهم، زادت نفوذ روما وتدخلها في شؤون مصر الداخلية. حضارة مصر في عهد البطالمة. أطلق على حضارة البطالمة اسم الحضارة الهيلينستية. الحضارة الهيلينستية هي مزيج بين الحضارة الإغريقية والحضارة المصرية القديمة، ومركزها الاسكندرية. طبعا لازم نعرفه نظام الحكم واوجه ندرسه هي الحياة السياسية. نظام الحكم، اعتمد البطالمة في الحكم المطلق على مصر. اعتبر البطالمة انفسهم ملوك فراعنة آلهة لهم واجب الطاعة، كما اعتبروا انفسهم اصحاب مصر. واعتمد البطالمة على الاغريق. اعتمد البطالمة على الإغريق في تولي المناصب المهمة في الدولة ونظام الدولة. قسموا البطالمة مصر إلى 42 قرية أو إقليم، والإقليم إلى مراكز، والمراكز إلى قرى تسمى كوب. استخدم البطالمة اللغة اليونانية لغة رسمية للبلاد. الحالة الاجتماعية، ظهر البطالمة أمام المصريين بنظر الحكام الوطنيين، إلا أنهم حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم، شجعوا الإغريق على الهجرة لمصر، قاموا ببناء مدن جديدة في مصر تحمل أسامي إغريقية مثل نقراطيس بالمنيا، وأقاموا المسارح ومعاهد الجمنازيوم بهدف نشر الثقافة الإغريقية. يعني هدفهم من الكلام ده كله إن الثقافة الإغريقية تتنشر في مصر، وتبقى مصر كلها ثقافة إغريقية، أو مصر كلها تبقى إغريق في إغريق. الجمنازيوم هي معابد لها وظيفة ثقافية وتربوية ورياضية بجانب دورها الاجتماعي. حالة اقتصادية، وهي طويلة شوية بس ياريت تركز معايا فيها. اهتم بطليموس الأول بالحالة الاقتصادية لإقامة دولة قوية تستطيع التأثير في العالم المحيط به. في مجال الزراعة، تم البطالمة بالري، شق الترع والقنوات وإقامة الجسور. لما يقولك بين بالأدلة اهتمامهم بالري، هقول شق الترع والقنوات وإقامة الجسور. استوردوا سلالات جديدة من الحيوانات، طبعا عشان يضيفوا محميات جديدة لمصر لازم يستوردوا أو يجيبوا أو يصطادوا أنواع جديدة من الحيوانات، سلالات أنواع. أدخلوا محاصيل جديدة مثل الزيتون والتفاح والرمان. أدخلوا أدوات جديدة في الري، الساقية برضو أيد بالأدلة التاريخية، هنقول الساقية أيد بالأدلة التاريخية. أدخلوا أدوات جديدة في الري، هقول أدخلوا الساقية. في مجال الصناعة، اعتبر ملك البطالمة نفسه الصانع الأول. سيطرت الدولة على بعض الصناعات مثل الزيوت والمنسوجات من الكتان. سمح البطالمة للشعب بصناعة المنسوجات الصوفية. تقدمت صناعة الورق والزجاج والعطور والحلاق. ماشي. اما بقى في مجال التجارة، فرض البطالمة الرقابة على الاسواق الداخلية والرسوم في الاسواق الخارجية. استورد العملة الذهبية والفضية والمعدنية. الحياة الثقافية، حرص البطالمة على بناء جامعة الاسكندرية لكي يحققوا تنمية ثقافية توجيهية لصالحهم.
جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ده فرق بينهم. جامعة الإسكندرية كانت أكبر دار للعلم في العالم القديم، تقدم بها علم الفلك وجغرافيا والطب، توصل علمائها لدوران الأرض حول الشمس وتقدير محيط الكرة الأرضية. أهم العلماء إقليدس وضع أصول علم الهندسة، منيوتن مؤرخ مصري وهو هو اللي قسم تاريخ مصر القديم إلى 30 أسر، أرشميدس صاحب قانون الطرف. مكتبة الإسكندرية أول مكتبة حكومية عامة عرفها العالم القديم بنائها بطليموس الأول، بلغ عدد الكتب الأصلية بها أكثر من نصف مليون كتاب. تعرضت المكتبة للتدمير في عام 48 قبل الميلاد، تعاونت منظمة اليونسكو ودول العالم في إعادة بناء المكتبة تقديرا لدورها في نشر العلم. خامس، الحياة الدينية. لاحظ، اعترف البطالمة بالديانة المصرية كديانة رسمية للبلاد، وقام البطالمة ببناء المعابد مثل الإله حورس في إدفو، الإله إيزيس في فيا. ظهرت عبادة سرابيس في منف، هي مزيج بين الديانة المصرية والإغريقية. هام جدا الحتة دي يا جماعة، إن المزيج بين الديانة المصرية والإغريقية هي عبادة سرابيس. سادسا، العمارة. منارة الإسكندرية، بنى البطالمة منارة الإسكندرية لإرشاد السفن في البحر، وهي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع. بدأ بناؤها في عهد بطليموس الأول، تم الانتهاء منها في عهد بطليموس الثالث. طبعا مدة طويلة جدا يا جماعة، يبلغ ارتفاعها 120 متر وتتكون من 3 طوابق. وبنى البطالمة أيضا معبد دندرة ومعبد إدفو ومعبد فيلة. آخر شيء وهو ألبوم الصور في الدرس، دي العملات، أحد عملات عصر بطليمة، وده فرس لأحد ملوك البطليمة. منارة الإسكندرية طبعا شايفين جمالها، طبعا مش هننسى مكتبة الإسكندرية الجميلة، أشكركم على حسن استماعكم، نفهم نتعلم ببساطة.